وننوح عناية حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي ونائب رئيس البنك المركزي الروسي وسفير روسيا بالقاهرة. كما حضر اللقاء من الجانب المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي. وفي ذلك الإطار تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد دورتها 14 حاليا بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا. هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة لطاقة نووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد طريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة. هذا فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.